السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدرس جديد، وهذا الدرس يندرج ضمن دروس الوحدة الرابعة، المرجع فضاء الرياضيات للمستوى الأول. نبدأ على بركة الله. إذن عنوان درس اليوم: المجسمات والأشكال الهندسية. المجسمات والأشكال الهندسية. أهداف التعلم: تعرف بعض المجسمات ووصفها والتمييز بينها، الهرم، الأسطوانة، المكعب، متوازي المستطيلات. إذن سنتعرف بعض المجسمات ونصفها ونقوم بالتمييز بينها، يعني عند نهاية الدرس نكون قد تمكننا من التمييز بين هذه المجسمات اللي هي الهرم، الأسطوانة، المكعب، متوازي المستطيلات. تعرف ومقارنة الأشكال الهندسية وتسميتها: الخط المستقيم، المربع، المستطيل، المثلث. تمييز أشكال هندسية مستوية انطلاقا من خصائص ملحوظة. تمييز أشكال هندسية مستوية انطلاقا من خصائص ملحوظة. أكتشف وأتمرن. إذا لاحظوا معايا الاشكال عندي هنايا، هاد الرولو ديال التوب جا على شكل اسطوانه، على شكل اسطوانه. هاد الكره جات على شكل، شنو هو الشكل اللي جات عليه الكره؟ عندي هنا الهرم، متوازي المستطيلات، اسطوانه، مخروط، دائره، مكعب. اذا الكره جاءت على شكل دائره. بالنسبة لعلبة الطباشير، علبة الطباشير على أي شكل جات؟ جاءت على شكل مكعب، جاءت على شكل مكعب. لاحظوا معايا الشكل اللي قريب عليه وكتشبه لي بزاف هو المكعب. هاد الخيمة، الخيمة جاءت على شكل هرم. لاحظوا معايا جاءت على شكل هرمين. بالنسبة لعلبة الشاي جاءت على شكل متوازي المستطيلات، جاءت على شكل متوازي المستطيلات. أما بالنسبة لقالب السكر فقد جاء على شكل مخروط، جاء على شكل مخروط. السؤال رقم 2: أكتب عدد الوجوه. إذا عندي هنا المكعب، متوازي المستطيلات، الهرم. إذا ناخذ المجسمات، خليتهم الصفحة الأخيرة. إذا المكعب كم من وجه؟ لاحظوا معايا الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. إذا 1 2 3 4 5 6، إذا 6 وجوه. المكعب عنده 6 ديال الوجوه، 6 أوجه. عندنا هنا متوازي المستطيلات، متوازي المستطيلات 1 2 3 4 5 6. نعاودو بالحساب، ها واحد كيقابلو التاني، ها زوج، ثلاثة الفوق، الرابع قد مقابل معاه، خمسة هنا، ستة مقابل معاه من هنا. إذا 6 أوجه أيضا، متوازي المستطيلات لديه أيضا 6 أوجه. بالنسبة للهرم، الهرم 1 2 3 4 5. لاحظوا معايا واحد هو كيقابلو هنا الزوج، اثنان، ثلاثة كيقبلوا من أربعة، والقاعدة على شكل مستطيل هي 5. إذا 5 أوجه بالنسبة للهرم، الهرم عنده 5 أوجه. أصل بخط وجه المجسم بشكل هندسي. لاحظوا معايا المكعب، المكعب وجه المجسم ديالو كي داير؟ ها هو على شكل مربع، ها هو على شكل مربع، هو هذا. إذا المكعب وجهه على شكل مربع. بالنسبة للهرم، الهرم شكله على شكل مثلث. وبالنسبة للمستطيل، المستطيل وجهه على شكل مستطيل، متوازي المستطيلات وجهه على شكل مستطيل. ننتقل للصفحة الموالية. السؤال الرابع: أعيد إنشاء المربع باستعمال القالب.
الصفحات تقطع. اذا خدينا القالب المرسام والقالب ديال المربع او المستطيل، خديناه من الصفحه الاخيره. اذا قالب المربع نحاولوا نرسمه باستعمال القالب. رسمنا بالقالب وغنعاود عليه بالمسطره، نعاود نمرر عليه بواسطه المسطره باش يظهر اكثر، يكون بارز اكثر معايا. وقارنوا اطوال اضلاعي المربع واكمل اضلاع المربع. لاحظوا معايا اطوال المربع كيف دايره، كلها متقايسة. أضلاع المربع لها نفس الطول، أضلاع المربع لها نفس طولي، نفس الطولي. إذا أضلاع المربع لها نفس طولي. أعيدوا إنشاء المستطيل باستعمال المرسام. إذا كذلك باستعمال المرسام نعود نرسم المستطيل. قارنوا أطوال أضلاع المستطيل، أطلعوا مستطيل متقابلة، كل ضلعين متقابلين متقيسين لها نفس الطول. إذا أضلاع المستطيل المتقابلة، إذا لاحظوا معايا الضلع قد هذا الضلع والضلع قد هذا الضلع، إذا أضلاع المستطيل المتقابلة لها نفس طولي. إذا أضلاع المستطيل المتقابلة على نفس الطول. ألون متوازي المستطيلات بالأزرق والمكعب بالأحمر. إذا متوازي المستطيلات بالأزرق والمكعب بالأحمر. إذا الشكل الأول عبارة عن مكعب، ألونه باللون الأحمر. هذا شكل متوازي مستطيلات. هذا ايضا متوازي مستطيلات، لاحظوا معايا. هذا ايضا متوازي مستطيلات. هذا الشكل ايضا متوازي مستطيلات، لاحظوا معايا. هذا الشكل شكل مكعب،
مكعب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.